السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورة سبورت، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، اخبار جديدة هنتكلم فيها عن الاهلي، هنتكلم فيها عن الزمالك، هنتكلم فيها عن كل شيء يخص الاندية المصرية. لكن في البداية اهلاوي قلبك حديد في حديد، اضرب اللايك الشديد عشان نوصل لاكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. رئيس النادي الاهلي المحترم محمود الخطيب كان سهل جدا واسهل ما عليه ياخد الزلنطحي بالاحضان ويرسله بالورود ويستشيره في شؤون النادي كمان، زي ما غيره عمل عشان يريح دماغه من صداع الزلنطحي ويشتري وده ويقفل باب البزاءة والحماقة. كان اسهل ما على الخطيب يقول سمعا وطاعة من اول يوم في ملف تركي، وما يطردوش اول مرة ولا يدخل في حروب سنة ونص ولا يهمشه تاني بعد الصلح، وخصوصا ان راح له لحد بيته واعتذر له. وهو مصباح سحري يصرف مليارات في عهده بدل ما يجهد نفسه في مشروعات تنمية، وكله هينسب له كرئيس في نادي الاهلي، وهو كمان يدعمه في الانتخابات بدل ما يحاربه ويدعم غيره. كان اسهل مع الخطيب ما يخسرش البدري ويحافظ على تجدد العلاقة وما يمشوش ويقبل استقالته عشان خسارة مبارتين ويتحول لعدو، بدل ما كان بياخد التعليمات منه وبيقول له يا فندم، بقى رئيس نادي منافس وعامل راسه براس الخطيب وبيشوفه ما يسلمش عليه. كان اسهل حاجة على الخطيب ما ياخدش قرار تاريخي ضد عبدالله السعيد ويتجاهل تلاعبه بالنادي بدل ما يتحول لسلاح مضاد ضد الخطيب يتحارب بيه وهيفضل يتحارب بيه. كان اسهل حاجة على الخطيب يكبر دماغه في ملف حسام غالي وفضل ويراضيهم ويدلل عليهم ويقبل بانصياعهم وتدخلهم في شؤون النادي وتمردهم في سبيل الحفاظ على ودهم ودعمهم ونجوميتهم. كان اسهل حاجة يعملها الخطيب انه يرمي اي منصب او برنامج لمصطفى يونس هو ومجدي عبد الغني عشان يتجنب سلوكياتهم وخروجاتهم وهجومهم الدائم وتصريحاتهم ضد النادي الاهلي وضد مجلس ادارة النادي الاهلي. كان اسهل حاجة على الخطيب يشتري ود التوأم حسام وابراهيم ويحولهم من قمة العداء لقمة المودة، وعشان ما يقفوش ضده في انتخابات تاني ولا يهاجموه اعلاميا. اسهل حاجة كان ممكن يعملها الخطيب انه يجدد العشور ويقعده في البيت ويقبضه 24 مليون جنيه مجاملة من مال النادي عشان ما يخسروش وهو كابتن الفريق والاكثر تتويجا، ويقف معاه في الانتخابات الجاية هو وغالي ومتعب وغيرهم. كان اسهل حاجة ممكن يعملها الخطيب انه يشتري صحفي زي الشرقاوي او عبد السلام اللي كان مدير محتوى في قناة الاهلي، وقبل اعلان نتيجة الانتخابات قعد يشغله الخطيب. كان سهل جدا يشتريه هو والفولي وابو الحسن وكلهم، ما كلهم على شاكلة بعض دلوقتي. كان اسهل حاجة ممكن يعملها الخطيب انه يقدر يكسب كل دول، كان بحبر قلم وبجرة قلم ودقيقة مكالمة تليفون كان يقدر يكسب ود تركي ومرتضى والبدري والسعيد وغالي وعشور مصطفى يونس وعبد الغني والتوأم وشلة الصحفيين المنتفعة ويبقى كلهم في صف الخطيب. لكن الخطيب المحترم اختار الاهلي واختار ثوابت الاهلي ومبادئ الاهلي واختار كرامته واختار نفسه ورمى كل دول ورا ظهره، اختار مجلد المبادئ للنادي الاهلي واضافة صفحات ناصعة البياض ليه وتزيينه بعدد من القرارات التاريخية والادبية مهما كان تمنها، مهما كان تمنها غالي جدا، دفع وبيدفع وهيدفع الكثير منه. اختار اصعب طريق رغم سهولة الاختيارات امامه، اختار محاربة الزلمطحي وانه صاحي نايم يشتكي الخطيب لكل الجهات، اختار معاداة تركي وما له من نفوذ وما له علاقات، اختار الاطاحة بغالي وفضل حفاظا على ثوابت النادي، اختار تجميد عبد الله السعيد. ده كله قرارات الخاسر الوحيد فيها هو شخص الخطيب ومنصب وسمعة وعلاقات وشعبية الخطيب، لكن الكسبان هو مصلحة النادي ومبادئ النادي الاهلي. النهاردة احد المحامين في القاهرة تقدم بشكوى ضد مرتضى احمد منصور، الاستاذ محمد عطيته تقدم بشكوى النهاردة بيطالب فيها نقيب المحامين الاستاذ المحترم رجائي عطية بشطب ومحو مرتضى احمد منصور من قيد المحامين. ليه يا جماعة؟ لعدد من المخالفات اللي قام بيها مرتضى
احمد منصري 15/1/98، ده من ضمن الملف اللي متقدم ليه الاستاذ رجاء عطيه، صدر قرار بالنيابه العامه باستمرار حبس مرتضى 15 يوما على ذمه التحقيقات في القضيه رقم 12079 لسنه 97، وذلك لتعديه على النقابه الفرعيه لنقابه المحامين وتكسيرها وضرب اعضاء لجنه التقدير للاتعاب المحاماه وعلى المحامين الموجودين اثناء ذلك. في عام 2007 سجن في قضيه بسب وقصف رئيس مجلس الدوله واتحكم عليه 3 سنوات، واقام دعاوى ضد محكمه النقد وهو نائب واتهم القضاء بالتزوير. اعلن النائب مرتضى عضو مجلس النواب اقامه دعوى مخاصمه مع محكمه النقد، وكذلك طلب الى وزير العدل بسبب حكم بطلان عضويه ابنه احمد. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه التشريعيه بمجلس النواب الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2016 برئاسه بهاء ابو شقه لمناقشه حكم بطلان عضويه احمد مرتضى، والذي احاله المجلس للجنه لبحثها، وطالب مرتضى محكمه النقد بالاعلان عن اسماء اي من القضاء المشرفين على انتخابات الدقي والعجوزه والبالغ عددهم 178 قاضي فرعي تورط القضاء في تزوير نتيجه الانتخابات بالدائره وفقا لحكم المحكمه الذي قضى ببطلان النتيجه التي اعتمدها هؤلاء القضاء، والتكبر والاعتراض متباهيا بعلمه امام رئيس مجلس النواب اثناء حلف اليمين بجلسه 2016 مخالفا نص الماده 67. يراعى المحامي في مخاطبه المحاكم عند انعقادها ان يكون ذلك بالتوقير اللازمه، وان يعمل على ان تكون علاقته باعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، مخالفا لنص المادة 62 على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة. ده بالنسبة لبعض المخالفات. مخالفا لنص المادة 54 يعاقب كل من تعدى على محامي أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة. مخالفا نص المادة 63 على المحامي أن يلتزم في سلوكه، ودي اللي قلناها بتاعت مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والقيام بجميع الواجبات. من واقع الصحيفة الجنائية لقد سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة وهي على سبيل الحصر. القضية رقم 13702 لسنة 97 جنح الأزبكية الجريمة مقاومة سلطات. القضية رقم 1437 لسنة 98 جنح الأزبكية الجريمة مقاومة سلطات. القضية رقم 6596 لسنة 2002 إدارة الأزبكية الجريمة تهديد. القضية رقم 4927 لسنة 2003 إدارة الأزبكية الجريمة سب علني. القضية رقم 4020 لسنة 2003 إدارة الأزبكية الجريمة ضرب ومشاجرة. القضية رقم 113 ح لسنة 2003 جنح شبر القاهرة الجريمة تهديد. القضية رقم 8378 لسنة 2005 إداري قسم تاني المحلة الغربية الجريمة سب علني. القضية رقم 6830 لسنة 2005 إداري العجوزة الجريمة سب علني. القضية رقم 6829 لسنة 2005 الجريمة سب علني. القضية رقم 5295 لسنة 2005 إداري الدقي الجريمة سب علني. القضية رقم 1292 لسنة 2006 سب علني. القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الجريمة قتل. دي بعض الحاجات اللي مقدمها المحامي محمد عطيته ضد مرتضى لشطبه من سجلات المحاماة أو سجلات نقابة المحامين. الله أعلم بمدى صحة هذه الجرائم، هل هي صحيحة ولا لا، ولكن دي مقدمها المحامي لنقيب المحامين علشان يتم حذف وشطب اسم مرتضى من سجلات المحامين. هنشوف ايه اللي هيحصل في الموضوع ده. خلصت اخبارنا وخلصت حكايتنا، ولرئيس نادي الزمالك الحرية في الرد علينا في الموضوع دوت، له مطلق الحرية طبعا. خلصت اخبارنا وخلصت حكايتنا، استنى منكم كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.